شايفين حضراتكو قطع القطن اللي طايرة دي، الريش اللي بيطير ده، ده اللي كنت بقول لكم عليه في حلقة سابقة، ان يعني ده موسم الشجر بيبث هذا اللي بيسموه بوخ باللغة الروسية. ده مع يعني ممكن يخش في عينك في بقك ويجيب حساسية ويجيب مشاكل صدرية احيانا لبعض الناس. في مدينة موسكو المفروض انها مدينة ثاقبة، بس مع ذلك على العدد الكبير من السيارات والناس تلاقي الصوت هدوء في اماكن كتيرة منها، مش كلها طبعا زي المكان اللي احنا فيه دلوقتي، احنا في السنتر، ولكن هدوء الى حد كبير. موسكو اللي عايش فيها واللي عايش في الضواحي بتاعتها اماكن كتيرة منها ما بيشوفهاش بالشهور. موسكو مدينة بتاعة شغل، الواحد بيبقى مشغول فيها طول الوقت واطرافها متباعدة. عملت انا حلقة قبل كده هتظهر لكم فوق في الرابط بتاعها، التنقل بين اركان موسكو الاربعة. عشان اتنقل بين الاركان الاربعة خدت 6 ساعات تقريبا، وده بسرعة شديدة وباسرع الطرق اللي هو بالمترو. مفيش غير فردة واحدة بس في الاخر او وصلة واحدة اللي عملتها بتاكسي علشان الحق، ولكن المترو اسرع حاجة هنا. هنا الصوت الصاخب بقى بتاع موسكو، صوت السيارات الكتير، مفيش كلاكسات، مفيش لواري، ولكن صوت العربيات نفسه عالي عامل ازعاج. المهم بقول لكم ان موسكو مترامية الاطراف وبعيدة وكبيرة، فانت ما بتبقى عايز تروح اماكن معينة لازم تبقى محتاج تروح المكان المعين ده قوي، وإلا ما تروحش وتوفر وتفضل في المنطقة اللي انت فيها كل يوم كل يوم. حد زي حالاتي مثلا عايش في الضواحي، ولكن باجي موسكو كتير. يعني اجي موسكو يعني السنتر، يعني في مصلحة في شغل، لكن فسحة ان الواحد يشد الرحال عشان يتفسح في وسط البلد او في حتة معينة في البلد، ده نادر الحدوث. ليه؟ لان لازم الاحتياج يكون عالي جدا عشان تضيع وقت كبير وتنزل الزحمة او في معترك المدينة كده عشان بس تتمشى تتفسح. الحقيقة موسكو كلها حلوة وهادية، ممكن تتمشى في اي حتة، مش لازم تروح حتة معينة تشد لها الرحال. الحقيقة من شارع بيجا فيا وليتسا بقول لكم الصور دي او المناظر دي او الفيديو ده. وهنا شارع باتكينسكي، وهنا السمكات الشهير، اصبح مشهور في روسيا كلها السمكات للتنقل. هنا بيتشحن، والناس اللي بتشرب على الصبح، اعوذ بالله، هي هتفرق شرب على الصبح ولا على الظهر ولا على بالليل او كله شرب. الناس اللي بتتكلم دايما عن النظافة في موسكو، لسه بتكلم عن النظافة، عربية هي بتنظف بتكنس، يعني تكاد لا تذكر. يعني هنا في عقد سجارة اعتقد ولا معرفش ايه ده، وحاجة واقعة كده. يعني شوف حوالين صندوق القمامة في حاجات واقعة، مستوى النظافة عامل ازاي. هنشوف يعني بدقة كده تحت المقاعد بتاعة محطة الباصات او الحافلات. في حاجات واقعة، يعني في اعتناء الى حد كبير بتنظيف المكان بعناية، مش تنظيف بس، بعناية. شايفين بقى ده بواقي الريش اللي كنت بقول لكم عليه، او الهيش او الزغب، سميه زي ما تسميه. وفي النهاية حابب ان انا اختم بالكلمتين دول. في 3 قنوات من او يوتيوبرز موجودين في روسيا، الـ3 دول بيتسموا بالاحترافية والتركيز.
انا ما شفتش اكيد كل فيديوهاتهم، لكن هبدأ برضو ان انا اقول الفيديوهات اللي انا شفتها، يمكن مثلا 20 فيديو لكل واحد ولا 15 في الافريج، تمتاز فعلا بالاحترافية. انا اقل واحد فيهم، هم احسن مني. هبدأ بحبيب القلوب شادوفيتش، شخص بيور جدا ونظيف، هيتصور لكم الرابط بتاع قناته شادوفيتش. اتمنى ان هو يكمل بقوة، لانه شخص ذكي، خلوق وعف اللسان، ودي مميزات يوتيوبر ناجح. فان شاء الله ربنا يوفقه ويكمل طريقه الى المئة الف والمليون. الشخص الثاني مازن عبد الله. على فكرة انا لا اعرف شادوفيتش ولا اعرف مازن عبد الله. مازن عبد الله قناة شفتها بالصدفة وانا بشوف بعض الموضوعات عن روسيا، وما شاء الله احترافية، تصوير كويس، ذكي، بيسافر وبيروح اماكن انترستنج جدا، ما بيبتزش المشاهد، حد محترم وطيب جدا وشكله خلوق. برضو الرابط بتاع قناته هيبان فوق. الثالث ايمن النشار، قناة بتاعة حد فعلا محترف، بيقول مواضيع مهمة جدا في اوقات مهمة جدا، بدون ابتزاز برضو للمشاهد، بيحترم المشاهد، متنوع معلوماتي، وما شاء الله بيكمل، مش محتاج دعم مني ولا حاجة، هو محتاج يمكن دعاء، فأنا بدعي له بظهر الغيب. التلاتة إن شاء الله ربنا يوفقكم كلكم وإياكم، وربنا يكرم إن شاء الله الجميع. برضو الرابط بتاع قناة أيمن ظاهر فوق. دي بس أبرز ثلاث قنوات أنا في فترة السنة اللي فاتت يمكن كنت بتابعهم أكتر، أو بشوف ليهم فيديوهاتهم أول ما بتنزل حتى لو جزئيا. زي ما قلت يمتازوا بالاحترافية وبالتركيز في الموضوع. إن شاء الله ربنا يكرم كل مجتهد، وأنا بقدر المجهود بتاع أي حد، حتى لو مجهوده ده طلع مثلا مش زي ما هو عايز، أو مش زي الجمهور ما هو عايز، أو بقى فيه مثلا أخطاء معينة في الفيديو، الراجل تعب في الفيديو، اجتهد، والفيديوهات اللي قبلها بيجتهد فيها برضه، والفيديوهات اللي بعدها هيجتهد فيها، فواضح إن الشخص ده في مجهود مبذول، مش بيمتهن او مش بيستقل بالمشاهد بتاعه. فعلشان كده بيج لايك للناس دي، واتمنى انكم تتابعوهم وتقولوا لي رايكم، او لو تعرفوهم بالفعل تقولوا لي رايكم في الناس دي، هل اختياري صح، انا بنقي ناس صح ولا لا. نشوفكم على خير، بحفظ الله، السلام عليكم.